لا يعتبر حمدي نجاز لاعبا في الزمالك في الموسم المقبل. وده اللي قاله استاذ مرتضى منصور لينا لما سالناه، قال لنا العقد ده بلا اي فائده وسنسترد اموالنا من حمدي النجاز. معنا على التليفون الكابتن حسين السيد نجم الزمالك السابق ومصر السابق وعضو اللجنه الفنيه او اللجنه المديره لنادي الزمالك سابقا. كابتن حسين اهلا بيك، منورنا. اهلا وسهلا بيك يا كابتن هاني، وحشني والله. وانت كمان والله وحشنا، طمني عليك يا كابتن. والحمد لله كل فل، نحمد ربنا. الحمد لله. هسالك اكيد عن المنتخب، لكن هبدا بالزمالك الاول. في قصه النجاز دي، ايه اهم التفاصيل اللي ممكن تحكيها عن التعاقد مع اللاعب؟ تقريبا انت اوجزت، انا كنت متابعك في المداخله، انت كنت اوجزت تقريبا الخلاصه، بس انا فعلا مش متذكر الرقم اللي هو خده كمقدم عشان هو يرجعه. انما هو طبعا مش 50,000 دولار، هو اكتر يعني. مش متذكره بالفعل. انما هو كان الاتفاق ان هو كان هيرجعه على اقساط شهريه قبل ما نمشي، كان مسدد قسطين. وبعد كده طبعا ما اعرفش ايه اللي تم بعد كده. الحته القانونيه زي ما انت بتقول، برضه هو برضه معاه عقد، برضه الراجل موسم 22 23. مساله انه ما سددش او امتنع عن تكمله السداد، ما اعرفش قانونيتها ايه، ممكن نتعمل فيها في الفيفا. فطبعا الناس اللي في النادي القائمين على الامور دلوقتي اعتقد هم اقدر مني بالحته دي ويقدروا يجاوبوا عليها. ايه ابرز بنود عقده اللي ممكن تحكيها للناس حمدي النجاز اللي حضرتك عملته بنفسك؟ ما فيش خالص يعني جديد. احنا كان زي ما انت قلت، كانت التسويق، احنا كنا رايحين قضيه مش عارفين هنكسب ولا هنخسر، فقلنا بنحط كل الاحتمالات. الاحتمالات حتى يا كابتن، حتى انا مثلتها ساعتها ايامها، كنت بضربها بمثل بسيط جدا. انت لو رايح محكمه ودي اخر درجه فيها للحكم، ايوه، ففي بعد كده ما عندكش مرحله ثانيه ان انت تستأنف، او دي اخر مرحله وفيها حكم، وهي هتلبسه يا هتلبسه. يطلع براءه بقى، يطلع غرامه، يطلع زي ما يطلع. انما انا بقول لك، انت لو رايح محكمه وفي 5%، مش هقول 50% زي المحامي اللي سالناه وقال لنا 50% نجاح و50% فشل. لو انه 5% هتحبس، ايوه، انت تقدر تروح محكمه وانت مهدد بان انت 5% تتحبس بس؟ اعتقد لا. فاحنا قلنا نمشي في الضمان والمضمون ان احنا نعمل تسويه مع الولد ونقول له تعالى انت ليك 1,300,000. بس ما بيكونش في مؤشرات يا كابتن حسين، يعني الناحيه القانونيه بتقول انه لا احنا موقفنا قوي او موقفنا ضعيف؟ بص يا بص يا هادي، بص انا عايز ابقى صريح قوي. احنا في مصر، احنا في مصر ما فيش واحد في مصر، لا اتحاد كوره ولا زمالك ولا اهلي ولا ولا اي انديه احتكت بالفيفا والكاس والمحكمه الرياضيه ويقدر يفتي لك او يقدر يجزم باي حاجه. اتحدى اي حد يجزم باي حاجه. وإن عندنا قواضي شغاله من 3 سنين ومن 4 سنين ومن 7 سنين في كل الانديه، وما اتخذش فيها قرارات، ومحدش يقدر يقول لك ايه اللي ممكن يحصل في الخطوه اللي جايه او في الدرجه اللي جايه. فعشان نقفل بس حته اي حد، سواء قانوني بقى او مش قانوني او في الفيفا، ما كل المحامين اللي احنا كنا بنتعامل معاهم دول، معلش انا اسف، منين؟ في مصريين وفي منهم من بره، وناس محترفين وده ملعبهم، قانونيين عند الفيفا وعند الكاس ومسجلين وعندهم شهادات وعندهم سيفيهات وكل الحاجات الجميله جدا. بس ولا واحد يقدر يجزم بما بنتيجة المرحلة أو الدرجة اللي هو رايح. أنا رايح بقول لك 50 في 50، 50 أكسب و50 أخسر. فجبنا الولد، تعالى طب ما نسوي الموضوع ده بالتراضي. 1,300,000 دولار اللي أنت اللي ليك عندنا يا سيدي، تعالى العب لنا بيهم. تمام. 3 سنين. فيعني التسوية كانت كده ببساطة جدا عشان الناس ما تخشش في تفاصيله. وده وخد مقدم تقريبا 350 أو 400,000 دولار تقريبا على ما أتذكر الأرقام أنا يعني. يعني وفي وقتكم رجع منهم إيه؟ رجع قسطين اليوم لغايه ما مشينا، رجع قسطين اللي هم كام من ال 350؟ القسط كان بيرجع 100 في 100، رجع 200,000. رجع 200، الباقي بقى يعني. بص انا متذكر دلوقتي تقريبا يا هاني، يعني المبلغ كان المقدم كان 450,000 دولار. تمام. اتمنى ان الذاكره بتكون صافيه. تمام. فهو رجع قسطين بعد كده، ما اعرفش ايه اللي تم. تمام. دي كانت التسويه ببساطه جدا مع حمدي النقاش. حته بقى احتياجات النادي او العقود بقى تقدر تبقى ساريه او امتناعه يهدد العقد اللي دي موجود. امور قانونيه هنستنى فيها يعني. قانونيه ما بنقدرش، انا كحسين ما اقدرش افتي فيها وما اقدرش اعرف قانونيتها. شايف ازاي ماتش الاهلي والزمالك يوم الاحد اللي جاي؟ والله يعني زي دايما ماتشات الاهلي والزمالك ما بتقدرش تحكم عليها قبلها خالص، لا مين كويس وفي حالته الطبيعيه ولا مين وحش ومش في حالته الطبيعيه، لا كلها بتتحكم في داخل ارض الملعب. الفرقه اللي هي هتبقى متماسكه ومركزه، ويعني كلمه بقى مركزه دي بقى تحط تحتها خطوط عريضه جدا، اعتقد ان هي اللي هيحالفها الحظ والتوفيق، وتبقى بعيده دايما عن الفنيات. يعني من النادر ان احنا دايما نلاقي ماتش
اهلي وزمالك او زمالك واهلي ممتع او في كره حلوه من النوادر. في ماتشات بتبقى جميله جدا وممتعه بس بتبقى معدوده على الاصابع. انما برضو كنتيجه زي ما قلت لك اللي مركز واهدى اعصابا، واعتقد ان الدنيا بقت حلوه قوي دلوقتي اللي انت بتعيش بجماهير هاني. الدنيا اختلفت بقت سهله على يعني. اعتقد ان هي بقت سهله جدا يعني. الاجيال اللي بتلعب بعيد عن ضغوط الجماهير دلوقتي وخاصه اهلي وزمالك، اعتقد ان هي المفروض ان هي تلعب باريحيه جدا 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 وتطلع مستويات حلوه نقدر نستمتع بيها. اخيرا المنتخب شايف ازاي الوضع الحالي ككل بقى، النتائج بالكابتن ايهاب جلال باتحاد الكوره، ملخص كده يعني، ملخص سريع يعني. احنا بنعمل المشكله وبعدين نوجد لها حل. احنا انا من الاول، انا شخصيا بكلمه برضه على راي الشخص، من الاول خالص ليه مشينا كيروش؟ ما اعرفش يعني، ما كانش فيه ما يستدعي من وجهه نظري الشخصيه ان الراجل ده يمشي. غلطنا ومشيناه، اوكي. طيب الغلطه الثانيه، نجيب مدرب اجنبي ولا نجيب مدرب مصري؟ انا برضه رايي الشخصي نجيب مدرب اجنبي. المصري مش هينفع كمنتخب اذا كان احنا ما بنقدرش نستحمله في الزمالك وفي الاهلي، فهنروح نجيب مصري. اللي منتخب مصر راحوا جايبين الغلطه الثانيه جابوا مصري. الغلطه الثالثه، انت دلوقتي جايبه بتفكر، او الناس كلها بتفكر دلوقتي يعني، مش عايز اتكلم على ايهاب جلال. ايهاب جلال كمدرب انا شخصيا بحترمه، هو وعنده في طقم كده في الجيل بتاعه في الدوري شغالين زي الفل ومستوياتهم الفنيه عاليه جدا، بس كمنتخب صعب قوي في التوقيت ده، وخاصة ان ايهاب نفسه يعني معلش لا لعب في اهلي ولا لعب في زمالك، يعني لا هيلاقي حد يسنده من الاعلاميين هنا ولا هيلاقي حد يسنده من الاعلاميين هنا، فما عندوش ظهير اعلامي، فيعني اول تركه كده هيتذبح، وهو ده اللي حصل. فيعني ده الموضوع باختصار. فرحيله انسب؟ الراي الشخصي؟ طبعا. انا لو مطرحه اعتذر. هو اللي يعتذر. هو اللي يعتذر، يعني يلحق ويعتذر، لان بص يا كابتن هاني، اتحاد الكوره مش هيبقى وهيقول لك انا جايب جمعيه عموميه واحنا قاعدين، طيب وبعدين؟ ما لازم يبقى في كبش فدا، هيجيبوا مين؟ عمرك شفت اتحاد كوره بيستقيل في مصر؟ ايه اللي عايزه؟ ده اخر اتحاد منتخب استقال. الا اذا خلي ديجي على جنب، الا اذا ليه؟ انما الاقرب دايما بيضحوا بمين؟ بالجهاز الفني. انا اقرب واحد عشان يسكتوا الراي العام ويهدوه نضحي بإيهاب جلال والجهاز الفني ونشوف حد بقى اجنبي ساعتها يتولى. بشكرك جدا كابتن حسين السيد، حارس مرمى مصر والزمالك السابق. بمناسبه موضوع الاهلي والزمالك ان هو ما لعبش اهلي وزمالك، دي طبعا ده واقع يعني بنعيشه، الناس مش بتالفه يعني، لكن هي دي هتبقى برضو من طول مشاكلنا القادمه.